طريقنا نحو رشيدة، القرية التي تحتضنها الجبال. قرية تزخر بمؤهلات ثقافية ومناظر طبيعية خلابة، تبعد عن مدينة جرسيف بحوالي 52 كيلومترا. معالمها التاريخية كالبقايا المادية من منازل ووثائق وكتابات، إذ كلها تعبر عن روحها ونبض حياتها وثقافتها. تضاربت الآراء حول تسمية القرية برشيدة. هناك من ربط اسمها بالمولى الرشيد الذي مكث بالقرية مدة غير قصيرة، علما أن المولى إسماعيل سبقه في الإقامة بها مدة 14 يوما. لكن باحثين آخرين ربطوا اسم القرية باسم إحدى قريبات الولي الصالح المولى سيدي يعقوب أو إحدى الشريفات المتصوفات. واعتقدت فئة ثالثة أن الموقع الاستراتيجي للقرية الواقعة على سلسلة جبال الأطلس التي كانت قوافل التجارة والحجاج تستعين وتسترشد بقمم جبالها في سيرها هو القريب من الصواب. تحتضن قرية رشيدة ضريح الولي الصالح سيدي يعقوب المعروف عند أهل البلد والشرفاء اليعقوبيين بمولى قبرين، الذي عايش القرن التاسع الهجري. ويفسر أهل البلد هذه التسمية بوقوع نزاع بين طائفتين من الشرفاء اليعقوبيين حول مكان دفن الولي الصالح، فالطائفة الأولى ترى أنها أقرب نسبا إلى الولي من الطائفة الأخرى، وبالتالي فلها الأسبقية في دفن جثمانه بدوارها. ولما بلغ الصراع ذروته وكاد يتسبب في اقتتال الإخوة فيما بينهم، تدخل أحد الحكماء وعقلاء القوم بعدما رتب أمره، فدعا الطرفين المتنازعين إلى عودة كل واحد منهما إلى منطقته ليجد قبر جده الشريف. ولما وصل كل فريق إلى مدشره وجد قبرا جديدا، مما يعني أنه حصل على بركة الولي الصالح ذي القبرين.
وحسب العارفين بأمور القرية وكنوزها العلمية، فإن بعض الكتب والمخطوطات التي كانت بخزانة ضريح المولى يعقوب برشيدة توجد الآن بالخزانة الملكية، ومنها ديوان الحبيب اليعقوبي وأخرى بفرنسا والجزائر. وكان لضريح الولي الصالح مولى يعقوب دور هام في محاربة الأمية ونشر العلوم، وعلى رأسها علوم الفقه والدين والشريعة وحفظ القرآن.